الاتفاقية بالنسبة لنا حنا مادام خص المجلس يوافق عليها وكيخصها تخضع لتستكمل المسار الإداري ديالها، وكنظن بأنه قبل متم 2017 غيمكننا نشرعوا فيها، لأنه تم تحديد بدقة على صعيد كل العمالة ثلاثة المؤسسات اللي غادي يمكن الجماعة الدخول باش دير التهيئة ديال الملاعب ديال القرب، مقابل الإمكانية ديال ولوج الشباب والساكنة والجمعيات يعني لاستغلال تلك الملاعب يعني كفضاءات الترفيه والرياضة.